اليوم تنظم مجموعة العمل الوطني مجلس فلسطين هذه المسيرة الشعبية التي تنضاف إلى المسيرات الشعبية لهذا الشعب المغربي الأصيل منذ أن كان من أجل فلسطين مع المقاومة ضد العدوان وضد التطبيع. مسيرة اليوم تكتسي أهمية خاصة ورسالة خاصة. إنها وصية الشهيد القائد البطل إسماعيل هنية، وصيته قبل أسبوع من أن يكون يوم 3 أغسطس على المستوى الوطني الفلسطيني وعلى المستوى العالمي يوما لنصرة غزة ونصرة الأسرى في سجون العدو. نضيف إليها نحن في الساحة الشعبية ووفاء لدم الشهيد وعهدا لدم الشهيد ومضيا على خطه ودربه القائد إسماعيل هنية، حملنا بدمه مسؤولية مضاعفة أن فلسطين ليست ملكا فقط للفلسطينيين، أن فلسطين تسترجع بالدم كما راحت بالدم تعود بالدم، لا تعود بالتطبيع، لا تعود بالخيانات، لا تعود بالتواطؤ، لا تعود بوصف المقاومة بأنها تطرف. الموقف الرسمي الذي قال التطرف من جانبين كلام في الحد الأدنى ليس في محله. لو كنا كمغاربة نعتبر المقاومة تطرفا ما استقلينا من الاستعمار الإسباني والفرنسي. المقاومة حق وواجب وليست تطرفا، التطبيع والعدوان هو التطرف. ولهذا نقول لدولتنا استمرار مكتب الاتصال في الرباط شراكة في الجريمة، شراكة في الدم، شراكة في دعم هذا العدو وتقديم طوق النجاة له كي يقول للعالم أنني أحارب الإرهاب. وها هي العواصم العربية، وها هي العاصمة رئاسة لجنة القدس تقبل التطبيع وتستضيف مكتب الاتصال، بل تستضيف حسن كعيبة الذي وسم المغاربة بأنهم حيوانات في 16 أكتوبر 2023 بعد أسبوع من مسيرة 15 أكتوبر أو بعد أسبوع من طوفان الأقصى. استقبال حسن كعيبة أول أمس 1 أغسطس جريمة ارتكبتها وزارة الخارجية المغربية بحق هذا الشعب المغربي وبحق الشعب الفلسطيني. استقبال حسن كعيبة الذي وسم المغاربة بأنهم ليسوا بشرا لأنهم يدعمون فلسطين، هو لم يصف فقط من شاركوا في المسيرات، هو وسم الدولة المغربية أيضا التي ترأس لجنة القدس. فنقول الخارجية البوريطية استقبالك لحسن كعيبة تأكيد من طرفك أن الدولة أيضا في صنف الحيوانات. هذا بمنطق الملائمة ومنطق الموافقة طالما أنك لم تعترضي ولم ترفضي لا تصلح كعيبة ولم ترفضي استقباله، بل ها أن ترفضي التطبيع. نحن إذا عار وخزي نغرق فيه كدولة. ولهذا نقول ختاما، مهما طبعت دولتنا ومهما هرول أصحاب كل إسرائيليون، أنتم ساقطون وأنتم تدخلون في مربع ما وصفكم به حسن كعيبة. أما هذا الشعب المغربي البطل فهو كما كان دائما عبر القرون مع الحق ضد الظلم ضد العدوان ومع المقاومة المسلحة البطولية في أرض فلسطين، كما كنا من أجل الوطن وحررنا الوطن بالمقاومة المسلحة وليس بالتطبيع البوريطي. استهداف الصحفيين من قناة الجزيرة ومن باقي المنابر الإعلامية في قطاع غزة وفي الضفة، وقد كنا قبل 2 أو 3 سنوات مع استشهاد شيرين أبو عقلة برصاصة في الرأس. هذا العدو يحارب الصورة والكلمة الحق، يحارب الصحافة لأن الصحافة تكشف وجهه البشع
أمام الإنسانية، لأن الصحافة الحرة الحقيقية لما تقوم بعملها المهني وفق القواعد المهنية المتعارف عليها، هذا يعتبره العدو أنه كأنه عدوان ضده، كأنه عمل مناهض للصهيونية. والحال أن العمل الصحفي الحر الإنساني المهني هو عمل ينقل الخبر للعالمين، ولأن الصهيونية القاتلة الإرهابية تعرف أنها مجرمة، تعرف أنها تمارس القتل والإبادة الجماعية وضرب المستشفيات واستهداف النساء والأطفال، فهي تحارب الصحافة الحرة. ولهذا من منبرنا هذا ومنبركم نقول كل تحية للصحافة الحرة في العالم، كل تحية للشهداء من كل الأديان، من كل أجناس، من الصحفيين الأبطال الذين ارتقوا في ساحة الشرف الإعلامي ضد هذا العدو الصهيوني المجرم. مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين دعت إلى تنظيم هذه الوقفة الوطنية الشعبية لإدانة اغتيال رمز من رموز المقاومة، القائد الرمز الكبير إسماعيل هنية. هذه العملية الجبانة التي استهدفت مقاومين، استهدفت قبله مقاوما في جنوب لبنان، واستهدفت الصحفيين في غزة العزة الذين ينقلون الحقيقة وينقلون الصورة. هذا العدو المجرم يريد أن يرتكب جرائمه، ولكن لا يريد أن تنكشف يعني للعالم. ولذلك نحن نقول بأن المقاومة ستستمر. الشعب المغربي قال كلمته، المقاومة منتصرة، وعلى المسؤولين المغاربة أن يسرعوا إلى إغلاق مكتب الاتصال، لأن لا علاقة مع المحتلين، لا علاقة مع المجرمين. أيديهم ملطخة بدماء الأطفال والنساء والشيوخ، ولتعلموا بأن هذا الجيش الذي ادعى كذبا وزورا بأنه جيش لا يقهر، قهرته المقاومة. سواعد المناضلين والمقاومين والمجاهدين لقنت هذا الجيش الجبان درسا لن ينساه أبدا. انظروا إلى دباباته التي كانت تضمن له الأمان، هي اليوم مفككة في غزة العزة، وهذا بفضل السلاح النوعي الذي استخدمته كتائب عز الدين القسام. كذلك انظروا إلى الصين، نحن نحيي الصين الشعبية التي جمعت فصائل المقاومة الفلسطينية ووحدتهم، لأن في هذا رد كبير على جريمة أخرى من جرائم الإدارة الأمريكية التي كانت تبحث لتدفع بقوات عربية من أجل خلق الفتنة في غزة. ولذلك نحن نحيي كل حلفاء المقاومة، الصين، روسيا والبريكس، وكل الدول التي لعبت دور، ومنها دولة جنوب إفريقيا التي تبعت هؤلاء المجرمين في محاكم الدولية ليقدموا أمام المحاكم على جرائمهم البشعة. ولذلك نحن نقول اليوم أن شعبنا موحد وراء الشعب الفلسطيني وراء المقاومة. المقاومة ستنتصر، إنهم يرون هذا الأمر بعيدا، نحن نراه قريبا، سيتحقق بإذن الله بجهود المقاومين والمجاهدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.